Gene die है المفهومة بيبقى فيها ايه يفرق عن اللوكيميا. خد بالك اللوكيميا بقى خلي بالك كان البروليفريشن فين؟ ابتدى فين؟ البروليفريشن ابتدى في البومبار وخرج الماليجنال سيل الى البريفرال بلاد خرجت الى البريفرال بلاد وبدات تعمل تيشو انفلتريشن ماشي ليه؟ ما احنا نرجع ليها يا خبيش خبيش يبقى تاني اللوكيميا ابتدت في البومر بروليفريشن خرجت المالينجنت سيلز الى البريفرال بلاد وبدات تعمل انفلتريشن للليفر والسبلين والليمف نودز والكلام ده كله. تعالى شوف بقى الليمفوما. الليمفوما بقى هتلاقي البروليفريشن هيحصل فين؟ هيبدا من الليمفوما تيشو. البروليفريشن هيبدا من الليمفوما تيشو. طالما البروليفريشن هيبدا من الليمفويد تيشو هتبتدي تطلع بقى المالينجنال سيلز تبدا بقى تعمل تيشو انفيجن ممكن بقى تروح للارم للسكين للبون لاي مكان ايفن بص بقى تنفلتريت البومر تنفلتريت ايه؟ البومر طبعا احنا عندنا نوعين من الليمفوما هودجكن ونون هودجكن واعتقد انتوا واخدينهم يعني في الجراحه بما فيه الكفايه ولكن الهودجكن الليمفوما مشهوره بالخليه الشهيره بتاعتها اسمها ايه؟ اللي اسمها الستيرن بيرج سيل اللي هي عباره عن خليه كده فيها تو نيوكلياي فاكرينها كانوا كده كيدني شيب وكانهم ايمج لبعض كده كانت مشهوره قوي طبعا الهوجك اللي مفهومه فيها ميزه حنينه شويه يعني نون هوجك مور اجريسيف الهوجك اللي مفهومه ليها علاقه سوري ليس لها علاقه باي انفكشن بأي انفكشن. مفيش علاقة بالانفكشن. لكن هي العلاقة أكثر حقيقة بالانفكشن هي النون هوجكن. يعني ليها علاقة شوية. الهوجكن الليمفوما ليها تو بيكس يا إما تيجي في الشباب يا إما تيجي في الكبار. خلاص كده؟ فأنا عايزك برضه تخلي بالك شوية ما بين التو لنفوما الهوجكن والنفوما. طب إيه الكلينيكال بيكتشر؟ جنراليزد لنفوديموكس. بس خلاص. طبعًا موضوع بقى اللينف نود رابري ومش رابري. يا عم رابري مين يعني؟ حد بيصدق الكلام ده؟ إنما يعني واحد عنده جنراليزد لنفوديموكس. بعدين بص بقى الأذر أورجن برضه فيه فيفر. وعرق يعني عمليه وبعدين خد عندك بقى الاذر انفولد ليفر
جي اي بي سي ان اس، ده شبه الايه؟ ده شبه اللوكيميا. انت فاهم ان احنا ساعات لما يجينا المريض كده عنده ايه؟ فيفر مثلا، سور ثروت، مش عارف ايه بتاع ليفر سكرين، ده ايه؟ بصراحه مش عارف، ممكن يطلع اي حاجه. على طول بقى السي بي سي والحاجات اللي بتدخلنا في الطريقه اهو، خلي بالك. فلازم برضه النهارده نحط تقسيمه هامه جدا لاسباب الجنراليز انفيرنوبسي، وايه اقرب حاجه ديفرنشال دايجنوزز للليمفوما. قال حضرتك طب ايه كمان من المانيفستيشن؟ برضه بيبقى فيه اوتو اميون او اميون مانيفستيشن، برضه بيجي لهم انفكشن، برضه بيجي لهم هيبات، ده اسمه اوتو اميون هيموليسيس وهكذا. خلي بالك ان الليمفوما اشتهرت بالهايبر يوريسيميا زي مين؟ زي مين؟ هتردوا كده عليهم. زي اللوكيميا بس فيها هايبر كالسيميا، ده بتصير الهايبر كالسيميا سببها ايه بقى؟ اللي هي موجوده في الاندوكراين. قلت لك اوستيوبلاس اكتيفيتد فاكتور، يعني دايما الليمفوما بتطلع اوستيوبلاس اكتيفيتنج فاكتور فيعمل لي هايبر كالسيوم. طبعا الاستيجنج ده انتوا يعني اساتذه دي بقى ايه ده؟ مش كده برضه؟ ده في سيرفا بقى السي بي سي بقى بص ممكن تبقى نورمال خالص، عشان كده لما يجيب لك البروبلم تلاقي السي بي سي كده ما فيهاش حاجه باينه احيانا، وبعدين تلاقي بقى في حاجات ثانيه بقى عندك الاي اس ار عاده بيبقى فيري هاي، الكيدني فانكشن بتتعصب، اليوريك اسيد والكالسيوم، خلي بالك من الحاجات دي كلها. لكن ايه الديفينيت دايجنوزز؟ ايه الديفينيت دايجنوزز؟ ليمفودوت بايوبسي، ولك ان تتعجب. هتلاقي في حاجه غريبه بقى طالعه في المقبر لمين؟ في الليمفوما ال ال دي اتش. ال ال دي اتش بقى ده عمال بقى يعني ده بيقول لك كمان بقت ليه اهميه تشخيصيه وبروجنوستيك كمان، يقول لك طب اعمل بس كده انت شاكك في الليمفوما يعني؟ طب شوف الاي اس ار كده، وشوف الكالسيوم، وشوف اليوريك اسيد، وشوف ال ال دي اتش، دور على الحاجات دي مش السي بي سي. مش السي بي سي. وفي الاخر لو لقيت في لينك نود خد منه بايوبسي. ليك بقى ايه؟ يبقى الدنيا مفهومه. طيب هو مكتوب ديفرنشال بالنسبه لنا مش فاكر. لو مش مكتوب نكتبها. لا اكتب بقى هنا اكتب لي ديفرنشال ديجنوزز. ده مهم قوي. اكتبها لي كده حتى في اخر صفحه 91. عايز حد يقول لي ايه اقرب امراض للليمفوما؟ عايزين امراض كده تبقى شبه الليمفوما. واحد لوكيميا، بس هتختاروا عنه اللوكيميا اللي هي الليمفوبلاستيك او الليمفوسيت. الليمفو حسب بقى سن المريض اللي في الحياه. ايد المريض صغير اقول الليمفوبلاستيك. المريض الكبير في السن عجوز اختار له مين؟ ايه؟ اللي هي الليمفوسيت. ايه كمان؟ مين اللي شبه الليمفوما؟ ايه؟ عارفين مين؟ طب ماشي. بس انا نفسي واحده كده قبل الدي بي. ساركويدوزس. عارف ليه بقى؟ عايز حد يقول لي ليه؟ ما الساركويد الكالسيوم عالي. الكالسيوم وكان الكالسيوم عالي.
حلو دي لينفوم. طب ايه الديفرنشال؟ ماكوي يبقى ناصر. والاثنين الاي اس ار ايه؟ عالي طبعا. وتحط بقى يا استاذ زي ما انت قلت بقى التي بي كمان كيبركلوزز، يعني نسمع عنه ان هو برضه بيعمل جنراليزد ايه؟ ليفر نوكس. وعلى فكره التي بي بيكبر ليفر والسكرين ايضا برضه، طبعا بيكبر ليفر والسكرين ليه؟ لما يبقى ميديا بلاد بورن. ادي القصه دي قصه مهمه جدا. طب عايزين نحط بقى، وده هتلاقي السؤال ده في الفيفرز، بس برضه احنا ما نضمنش بقى ان احنا نذاكر الفيفر على اساس ان احنا ناس يعني ستايل. نكتب سؤال سهل قوي، causes of generalized infections. causes of generalized infections. causes of generalized infections. انت بقى ما تيجي طبعا ده سؤال يعني. هتقول واحد انفكشن، وتروح مقسم الانفكشن. هو بص بص دوت بص انفكشن بلاد ديزيز ميسيلينيوس كوزز وسبرينو ميديا نفس الكلام. هتشوف انفكشن تروح كاتب ايه؟ قولوا انتوا بقى فايرال، فايرال وجنبها انفكشن مونوكليوز سي ام في اتش اي في. ما ده سؤال ريتن على فكره، ده سؤال ريتن بس هتلاقيه متجمع في الفيو عشان هو بيقول ازاي فيفر ويز جنرالز لينفنوكس مع نفس الاجابه. بكتيريا تختاروا ايه في البكتيريا؟ دي بي، دي بي وهير وبروسيل بروتوزوا. ها بروتوزوا، ايه البروتوزوا اللي بتعمل كده؟ كلا ازار، كلا ازار. ما هي الاشمعنى؟ مش اللي هو اتسالت فيها. اتسالت فيها ولا ايه؟ لا حاجه الاشمعنى، بقول لك الاشمعنى، انت عارف تقول له ايه؟ اشمعنى؟ تقول له اشمعنى وتجري، بص خلاص هتعمل ايه؟ بلاد ديزيز بقى، يلا بلاد ديزيز نحط مين بقى؟ حبايبنا بقى الليمفوما اللوكيمياز. يلا تقول لي اتنين دول بس. وبعدين ايه؟ ميسيلينياس. دايما الميسيلينياس اتنين بيتحطوا كده في كل حته، ساركوي وايه؟ والفيلدي. فيلدي لا بلاش فيلدي، بلاش فيلدي، حط سكيلز ديزيز. عارفين سكيلز؟ طب خلاص خلاص هتكتب ايه؟ لا مايكوز ده احنا قلنا ايه؟ ميسيلينياس ساركويدوز. شكرا خلاص. اكتب بقى لو جه سؤال ديفرنشال دايجنوزيس اوف سبلينوميجالي هتحط نفس الايه؟ نفس الاسباب، بس هتضيف انت هنا لما جيت كتبت اللوكيميا فوق في الليمف نوكس هتحط انهي لوكيميا؟ الحاجات الليمفويد. لما تيجي تقول بقى كوزو بالسيلو ميجالي ما تنساش بقى انك انت هتضيف حاجتين خاصين قوي اللي هي الحاجات بقى اللي بتكبر السكرين بقى اللي هي ايه بقى؟ هتضيف في البلاد ديزيز الهيموليتيك انيميا، وهتضيف المايلو بروليفراتيف ديزيز كلها زي الكوليسايسيميا والحاجات دي كلها كده. نضيف ايه تاني في السكرين؟ ما تنساش بقى في اللوكيميا اللي هي المايلو فايبروزز طبعا، والكرونيك مايلويد ما دي المايلو بروليفراتيف.
عايز تقول بقى بالهاريزيزيس الباراسايت. طب في البروتوزوا تحبوا تزودوا حاجة؟ جدع جدع. في البروتوزوا هتحط كورونيك ملاريا أو الملاريا، يبقى أنت هتلاقي الأسباب هنا زي هنا مع بعدين. تلاقي نفسك يعني تقدر مانجمنت بقى أو الليمفوما ريديو سيرب. بص يا دكتور ستيج 1 و 2 ريديو سيرب خلاص تمام كده اهو. الكيمو سيرابي ستيج 2 وستيج 4. الكيمو سيرابي كان ثلاث مراحل في الزمن. الموب سيرابي ده اصبح ايه؟ قلنا ده كان ده بريفيسلي ذا ريجيمن was developed from the original mop therapy. المop therapy ده أصبح علاج قديم لأن له توكسيستي عالية. خلاص بطل محدش بيستعمله. وطبعا يلا نقول كده إم ها إم مصطين مش كده؟ أو أونكوفين. والبهاد كده في الريجن دي بتطلع بريدنيزون على ايه؟ على برو كاربازين. في علاج انضف منه شويه اسمه اي بي في دي. اي بي في دي اهو. الاي بي في دي عباره عن الاي بي في دي عباره عن الاي ادريامايسين. طب والبي بيليومايسين والفي ان شاء الله فينكريستين. طب والدي ها اكتب اي حاجه اكتب اي كلمه اي كلمه في عرض بس مش اشكال. هو عند الراجل هو حد بيقرا يقول بيه والله ادينا يعني اعتقد يعني وتروح طالب اي شويه راح طالع العلاج الجديد اللي هو اسمه ايه بقى عندكم؟ بياكو. اه برضه خلي بالك الاختصارات دي ممكن تكتبها في الويب ما تخافش ليه؟ لان دي اختصارات عالميه مش اختصارات يعني خاصه بناس. مش كده برضه ولا ايه؟ بيا كوب. البيا كوب دي طبعا بقى كل حرف اضرب له كلمه يلا البي تطلع ان شاء الله. يقول لك بيليو مايس. الاي صعبه شويه. ايتوبو زايد. انت بص ايه؟ بص حبيبي بص 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 اقرا كده معايا كده السي تطلع ايه ان شاء الله؟ يقول لك سايكل في الصومال والاو اونكوفين والبي حلو كده؟ فانت تقول ايه؟ والله يا فندم ريسنتلي خليك ذكي في الاجابه ريسنتلي في بياكوب سيرابي اللي هو بيحتوي على جروب اوف دراجز اي جي كذا وكذا وكذا. ما انت جاوبت برضه لكن انت ايه؟ بيكون الحروف الاخر البيت بيكون على ميتين ام الحروف على الصبح. ما الواحد ما يبقاش غبي برضه. يبقى في مو اي بي في دي بيكون. والبيكون اضرب له اي كلمتين والله البيكون ده بيحتوي على كذا. واخرين بقى هقعد انا بقى وانا مخي بفطر يا اخوانا. بس ادي يا عم. طبعا في طبعا خش بقى النون هودجك الليمفوم بتفرق ايه بقى النون هودجك ان هي مور اجريسيف مور اجريسيف خلي بالك. وبعدين ما فيهاش الستيرد بيرج سيل حاسب عشان في سؤال بيجي ساعات كده يقول لك
قارن ما بين الهودجكن والنون هودجكن. يقول لك قارن ما بينه، فتقعد تقارن في شويه حاجات. طيب العلاج من الايتيولوجي، في لينك مع الايبشتاين بار، وفي لينك مع الهباله دي الهيليكوباكتر. الهيليكوباكتر دي على فكره ثبت عنها ان هي ممكن تعمل حاجه اسمها مالت لنفوما. كلمه مالت لنفوما مالت يعني ميكوزا اسوشيتد لينفويتيشن. خلي بالك يعني ايه يا دكتور؟ كان الهيليكوباكتر دي، خلي بالك جنابه، كان الهيليكوباكتر دي بتعمل ايه يا اولاد؟ بتهريتيت الليمفويد تيشو بتاع الجي اي تي، فتروح عامله لك حاجه اسمها مالت لينفوما بتتكلم. وفي طبعا، طب اسالك سؤال، مين العيان اللي بيجي يعني سوري العيان الايمينو كومبرومايز، مين اكتر واحد في الدنيا ايمينو كومبرومايز على الاخر؟ الاتش اي في. يوم لما يجي له سرطان في اثنين من السرطان يقول كابوسي ساركوما، طبعا كل حاجه كابوسي كابوسي لو تفتكر، ونان هوتشكن مش هوتشكن. يبقى النان هوتشكن يجي في الايميونو كومبرومايز بيشن. خلي بالك من هذه المعلومات يا دكتور عشان يبان ان انت ايه، انا فاهم، ده اهم حاجه، الفهم يكسر اي شيء. بس بعد كده كلاسيفيكيشن بقى لو جرين وهاي جرين، مش عايزين واحد. طبعا الهاي جرين دي اللي هي البيركت سيل فوما العنيده. الكلينيكال بيكتشر هو عيبها ايه؟ ايه عيب الكلينيكال بيكتشر بقى يا جميل؟ زي بص يا دكتور اكتب زي الهوتش بالظبط، بس هي مور اجريسيف والاكسترا نودال انفولفمنت اشد. طب اسالكم سؤال سؤال كلينيكي، سؤال كلينيكي، احنا قلنا الليمف نود اخبارها ايه في الهوتشكن؟ الكلام اللي هو بيقولوه ده رابري. طب والنام هوتشكن عمل جميل، عمل جميل يعني مسيح في الوحيد. دي حاجه من الحاجات اللي هو يقول بس يا عم عمل ده، هو حد بيحس الكلام ده؟ انت فاهم الكلام ده بجد؟ بس ايه بقى؟ تقول ايه؟ تقول على فكره اللي بيفوت هنا كده واللي بيفوت هنا كده. فانا عايزك تاخد بالك من الكلام. يبقى ال 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 النون هوتشكن، نون هوتشكن مور اجريسيف. ادي واحد. النون هوتشكن ليه علاقه بالانفكشن، ليه علاقة بالإيميون ديفيشن بيشنت. كل دي فروق. الإكسترا نودال انفولفمنت يعني مين اللي يروح للضنج ويبهدل العيان ويروح بقى وايد سكريبت نان هوتش. شفت ده ازاي؟ اصحى يا محمد، اصحى يا عم، مش انا قايل لك تخزن الصبح قبل ما تيجي؟ ها؟ الليمف نود هنا رابري، الليمف نود هنا ايه؟ بس هنا في ستيرن بير، هنا ما فيش ستيرن بير. يعني انا والله بفكر اصلا ما بحبش الجداول، بس نبقى نعمل جدول لفرق بين الهوتش والنون هوتش. ممكن تعملوه انتوا؟ ايه؟ لا بصوا يا استاذ ما تفكرنيش كده، لا خالص، الطب عمره ما يتحسب كده خالص. لا بص يا استاذه، اساتذتنا قالوا لنا ايه؟ عشان اقول لكم الجمله، الطب علم غير دقيق. ليه؟ لاننا كلنا وما اوتينا من العلم الا قليلا. فتقول طب ازاي بقى ده كذا فما حصلش كذا؟ يا ريت كانت الطب يبقى كده. هو حد عارف الحاجات دي اصلا جايه منين؟ خالص. طب اقول لك على حاجه، انت مفروض، طب خد السؤال ده، الليمفوما
تصورك ايه للليمفوسايت؟ صراحة ليمفوسايتوزيس. ها؟ لا في ليمفوبين. شوف بقى. أقول لحضرتك يعني الدب غريب. الدب علم غريب. طيب الانفستيجيشن زي الدنيا بالظبط. خلاص كده يا عم. العلاج لو جريد هاي جريد. اللو جريد بيدوها راديو ثيرابي وساعات بيدوا كيمو بحرف سي برضه اللي هما الاثنين السي على فكره انتوا لاحظين كلورامبوسين سايكروفوسفامايد قالوا كتير قوي. والمونوكولونال ثيرابي يا سلام على الروتوكسيماب. اتقال فين الروتوكسيماب ده؟ كرونيك ليوكوسيتيك. على فكره كرونيك ليوكوسيتيك ليوكيميا هوريها لك دلوقتي حاجه هوريك فيها حاجه. الهاي جريد بقى شوك وار شوك. شوك اضرب حروف السي تطلع السي ان شاء الله سايكوس. طب الاتش مش عارف معلش مش عارف. الاو ان شاء الله اونكو في. طب الاتش ها الاتش ايه؟ ايه؟ لا هو انا قلت اتش؟ احنا قلنا لا لا البي انا اسف البي بريتني زور يبقى اللي انا مش عارفها الاتش. خلاص في شوك سيرابي الذي يحتوي على ادويه زي كذا وكذا وكذا. والله عشان الاتش دي انا مش فاكرها لان الاتش بص ده اسمه ايه؟ دوكسوروبروسين. هو اسمه اصلا هيدروكسي دوكسوروبروسين عشان كده بيضربوا حرف اتش. حاجات كده غريبه كده هو بيتلكم يبقى في شوك وار شوك. الار بروتوكسيمان الار ايه؟ بروتوكسيمان مونوكولونال سيرم. يبقى واضح ان الروتوكسيمان ده تعرف الروتوكسيمان ده بيعالج مين كمان؟ عارف البوليمير نيفرايتس المستعصيه بيدي روتوكسيمان. اللوبس المستعصيه روتوكسيمان. حاجه يعني دواء زي الصاروخ ابن الاسود بس غالي طبعا. تعالوا بقى كان في حته كده في الكرونيك ليمفوسيتيك كنت انا نسيتها عشان ما انساش ووريكم الكومايد رياكشن ونروح يا ستي مالتيبل مايلوما. مالتيبل مايلوما دي مساله السنه دي في قصر العين وعلى رهان على رهان. مش مصدق انت علمك انا عارف ذكر ده بقول حاجه بتحصل ليه هو المطلوب ده ده هتشوف بأسهل الكتب من كل الفرق. عارف مطلوب معلومه دي جت عندنا كام مره؟ ولا 10 مرات ولا 10 على طول شغال على طول. ده في العظم عندكم يا رب مش عندك في العظم ولا انا غلطان؟ في العظم ولا ايه؟ انا بس بعتذر البلاط غليظ شويه عشان الكلين كان مصرش. هذه الغلظه بسبب الكلين. فما تزعليش قوي. في بس الكرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا كان في كلمة اسمها ايه مش عارف احط فين. لا يا جدع استنى بقى يا جدع. لا اللي هو الريختر ترانسفورميشن. يا اخي عمرو يا فين؟ ايوه ساعات بيقول لك الكورونيك ليمفوسيتيك لوكيميا بتقلب لليمفوم اسمها ايه؟ ريختر او ريشتر ترانسفورميشن. كلمه ريشتر ار اي سي اتش تي اي ار ابوستروف اس. الهيري سيل لوكيميا بقى الهيري سيل لوكيميا دي يعني زي ما تقول ايه؟ هي لوكيميا خد عنها فكره صغيره.
ايه الهيريزن كده؟ سموها هيريزن لان الخلايا السرطانيه خارج منها زي شعر. في انا حتى أنا يعني جايب لك سلايد كده في شعر خارج من الخلايا. سايتوبلازميك بروجكشن. اعرف اربع معلومات. المعلومه الاولى انها لمفويد لوكيميا. وبالتالي هتلاقي فيها سبيلين وميجالي وشويه لينف نود. المعلومة الثانية أنها induced viral infection، يعني ثبت عنها أنها induced viral infection. المعلومة الثالثة أن هي بتعمل بولمارو فايبروزس. يبقى لو جيت قلت لك قول لي سببين رئيسيين للدراي تاب في البولمارو اسبيريشن، يعني أنا دبيت السرنجة وسحبت مفيش حاجه جت معايا. مايلوفايبروزز يقول لك وايه كمان؟ هيريسيل. يقول لك برافو عليك. ايه هذه الهيريسيل دي؟ والله هي لمفويد لوكيميا كده والخلايا فيها شعر وبيقولوا فايرال. وعلاجها عشان هي فايرال انترفيرون. هتلاقي تحت مكتوب العلاج ايه؟ انترفيرون. كانوا زمان على فكره بيعالجوها عارف بايه؟ كانوا زمان بيعالجوها بس دلوقتي برضه دخل فيها برضه روتوكسيمان. طبعا في دواء اسمه بنتوستاتين نازل جديد، ما فيش مشكله. قول له روتوكسيمان. يبقى روتوكسيمان بتذكر فين في الهيماتولوجي؟ يلا كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا، نان هوتشك الليمفوما، ها هيري سيل لوكيميا. تحس ان هم معظمهم حاجات ايه؟ ليمفويد. روتوكسيمان. تعرف روتوكسيمان اللي احنا بنتكلم عليه ده اهو؟ انت فاكر ان هو حاجه ريسن. حبيبي ده موجود في السوق بقاله حوالي 13 سنه. عشان بس تعرف، عشان بس تفتكر ان انا بجيب حاجه مثلا، اصل في ناس بتبص لي بصات ان انا يعني بجيب حاجات من كوكب تاني. حبيبي روتوكسيمان اسمه مابسيرا. مرمي في السوق بقاله 12 13 سنه بالصلاه على النبي. شفت يا عم بقى؟ هوب بس تفتكر حاجه بقى. ايماتينيب بالدواء المعجزه ده اهو بقاله في السوق 8 سنين. يعني وانت ثانيه ثانوي وفي السوق. اللي هو الجلايد فيلم. بس افهمك يعني، اصل الناس بتجي لك ايه؟ بس مش عارف، انا مش عارف الحق، مش عارف ايه؟ اسكت. اسكت. طب تعالى بقى نخش يلا على لوكوموريا. شوفوا صفحه كام ده اهو. لوكوموريا ده بيجي في الامتحان يا ابني. عارف ليه بقى؟ ايه حلاوه لوكوموريا؟ ايه حلاوته؟ ديفرنشال دياجنوز عنده كبير. دي نقطة مهمة. صح كام؟ كام؟ 43 43 لوكوموت اكشن. بص يعني كمان ده سؤال مشهور جدا ويزنقك فيه الراجل. هو ده احد الديفرنشال دياجنوزز اوف ايه؟ اوف سؤال يا ايها الشاب الجميل، اللوكيميا دي عباره عن ايه؟ بروليفريشن اوف واي بي سي. بس الارقام ساعات بتضرب فوق في العلاني جامد، حلو كده؟ بس بص باختصار كده، البليتلت عامله ايه؟ هطول والار بي سي هاتو خلاص كده. هنا بقى لا، في بروليفريشن. انا نسيت اقول اللوكيميا البروليفريشن في الايماتيور واي بي سي. هنا بقى البروليفريشن في ماتيور واي بي سي، وبيبقى السبب واضح انفكشن في الغالب. واحد عنده خراج عنده غفله، فتيجي تعمل له سي بي سي تلاقي البلاد بيكتشر ايه؟ توتال اكسيتد كاونت بص ايه؟ 30000. يا نهار اسود 30000 ايه ده؟ فانا خفت. فتلاقي البليتلت نورمال.
والار بي سي نورمال. عشان كده بص كاتب لك ايه بقى، يبقى هي سي بي سي سيميوليتنج اللوكيميا، افتكرتها لوكيميا لكن هي طلعت ليكوموي اويد لايك لوكيميا لايك. خلي بالك من المعنى يا ابني. ايه الكرايتيريا؟ عاده في سبب التوتال ليكوسيتيك كاونت بيقول لك بص هو انيوجوال يكسيد ال 50,000 لكن ممكن يعدي، بس هو يعني اتس بيتر تقول ايه انيوجوال. واخد بالك انت ازاي؟ دي نقطة مهمة جدا. بيبقى مفيش immature cells كتيرة، يعني مثلا ممكن تلاقي ايه؟ في مايلوسايت، مايلوبلاست، برو مايلوسايت، بس قليلة. ليه؟ البومر متلهوج وعمال يطلع وايت بيسي كتير، ففي شوية حاجات immature خرجت منه كده يعني بالخطأ. فاتلخبط، هو ده اللي لخبطني. لكن بليتلت نورمال، ار بي سي نورمال، كله نورمال. طب بص بقى يا جميل، الليكوسيتيك الكالاين فوسفاتيز عالي. ليه بقى يا جميل؟ لانه الليكوسايت دي ايه؟ طبيعيه. بس كده. دي نقطه مهمه جدا، هو ده اللي كومايت. قول يا فندم ده واحد جاله انفكشن، فالتوتال اكسيد الكاونت طلع فوق قوي، يبقى في شويه الماتيود كده، فاتخضيت افتكرتها له كده، بس لقيت البليتلت حلوه والار بي سي حلوه والليكوسيتيك الكالات والستاتيز كويس، ففرحت. ادي العمل. الصفحه اللي بعدها في بقى مربع، السؤال ده جه مره بيجي في الام سي كيو بتاعتين كان ما صورش اخواننا الاعداء، اسمه ليكو بيريسمو بلاستيك ريأكشن. ليكو بيريسمو بلاستيك ريأكشن ده يعني كيك يا قصدي. يعني ايه بقى؟ بص ليكو بيريسمو بلاستيك، عارف يعني ايه؟ يعني البلاستات بتاعت الواي بي سي والبلاستات بتاعت الار بي سي الاثنين موجودين في البريفرال بلاد. طب بلاستات الواي بي سي في البريفرال بلاد لوكيميا. طب وايه اللي خلى البلاستات بتاعت الار بي سي بقى كمان تطلع؟ قال لك يبقى البوم مارو في حاجه فيه فركشته. حاجه فركشت البوم مارو فراحت مطلعه البلاستات دي كلها. مين اللي بيفركش بقى البوم مارو؟ اي بوم مارو انفلتريشن. ليمفوما، مالتو مايلوما، تي بي، حاجات زي كده. فتلاقي مكتوب عندك ان يبقى البوم مارو انفلتريشن بمايلوما بي ليمفوما بلوكيميا ممكن جدا جدا. فهو جابوا مره سؤال بيقولوا ايه؟ لوكو اريسترو بلاستيك بيكتشر او ليكو اريسترو بلاستيك ريأكشن هذا يحدث فيه، وقعد يحط حاجات كتير كده وراح كاتب بوم مارو انفلتريشن. هذه هي الاجابه. بس ما هو ايه؟ ما هو معناها بلاستات الار بي سي وبلاستات الواي بي سي خرجت بره، يبقى البوم مارو حاجه دخلت فيه فركشته وخرجت البلاستات. بس ادي الموضوع. خش بقى على بطن مايلوما جديد. ده اخر سرطان في الدم. يلا سرطان الدم. Thank you.
بالك احنا ما خدناش الكتب من المعلومات فافتكر يا استاذه احسن طلع المسألة مسألة رقم 323 مسألة رقم 323 20 سنة جير يا حبيبتي يا بنتي presented with the 2 months history of weakness chills what chills ليه طب ايه الفرق بين chills والرايدرز لازم يبقى الجنس اللي هو عارف الشعور بالايه اللي هو عارف ايه القشعريرة عارف انت والحرارة بتعلى في نفس بص تعمل ازاي بص تعمل كده لكن اول ما انت بقى تعمل كده بص تروح عامل كده تفضل بقى ايه سنانك تخبط في بعض هي دي الراية اهل المذاكرة عارف الكلام ده فين؟ في المذكرة الخازوقة هذا العام جيلز انتوا في مرابعة جيلز معناها كذا سايبو واحد يقول لك ايه الفرق بين الاثنين؟ انت تقول له ايه؟ اللي في الجنرال على فكره مش مهم يعني قول يا فندم العلم بحر العلم ده بحر واحد مش مهم وبعدين ما تزعلش يا دكتور بص على فكره افكرك بشيء مهم جدا كنت امامك بامر الله تعالى 40 سنة ميديسن لسه هتعمل فيهم ايه؟ قول له انا لسه قدامي 40 سنة ميديسن لسه بدري فهعرف ايه ولا ايه؟ كويس قوي كل ما هنعرفوش النهارده يا سيدي بكره هنعرفه ولا ايه يا جميل؟ مش كده برضه؟ يلا يا سيدي فالست جالها او البنت جينز فيفر انوريكسيا ويت لوس يعني عندها فيفر ويت لوس طب انا لما اقول لك معلش كده حد يقول لي ديفرنشال دايجنوزيس اوف فيفر ويت لوس تي بي ومين؟ مين؟ ايه؟ بس انا يهمني تي بي بقول لك ايه؟ الفيبر اللي هي اللي بتدي بي كده والليمفوما من الحاجات الليمفوما من الحاجات اللي بتخسس بيه المهم فيزيكال اكزامينيشن بالون ليمفادينوباسي هيباسيوني اصبحت الحاله ايه يا جميل؟ ها؟ فيبر
with generalized lymphadenopathy اللي احنا قلناهم بقى اللي هم ايه viral, bacterial, عفريت مش كده نشوف هم ايه بقى الفايندينج انيميا وفيها مودريت انايزو ويكيلو سايتوزيس. طبعا على فكره هذه الكلمه لمعلوماتك كلمه نون سبيسيفيك يعني ولا يهمك ايه طز بس هي انايزو يعني فاريبل سايز ويكيلو يعني فاريبل الهيموجلوبين 8.2 اي اس ار 90 سي رياكتيف بروتين بوزيتيف بوليميريز تشين رياكشن للتي بي بص ماله والبلاد كالشر يورين كالشر هايدريتد انتي بودي دايركت كومبس تيست بون مارو كالشر بلاد سمير فور ملاريا كله نيجاتيف ايه ده؟ بصراحه غريبه قوي اه المهم what is the most likely diagnosis انتوا تختاروا ايه بس انا انت قلت من فوق طب في حاجه تانية لو قال لي differential diagnosis يعني معلش هنا يعني معلش هل هنا يعني لو جينا قلنا لوكيميا ليك بس معايا خلي بالك دي هتبقى ايه لو دي لوكيميا هتبقى لوكيميا فيها جنراليزد لينفادينوبسي اللي هم مين؟ الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا اللي هي بتيجي في الاطفال دي مش تظهر بس على فكره هو ممكن واحد سنه كبر يجيله اكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا اي نعم يعني انت لو قلت على دي لوكيميا تمشي مش مصدقني انت اوكي ليمفوما تمشي بس انا عشان ما هي الكرونيك لينفوسيتيك لوكيميا انت عارف ازاي تفكر كرونيك لينفوسيتيك لوكيميا دي بتاعت الاول بيس ما بيجيش في سنه بصراحه اكيوت ليمفوبلاستيك ممكن الليمفوما ممكن بس مين الاوقع؟ هي تبقى ليمفوما هو عايز كده بس هو على فكره هو بص هو بيقول لك ايه الموست لايكلي يعني هو مش بيقول لك وات از دايجنوستكس يعني انت لو كتبت لوكيميا في المساله دي وحياتك عندي تمشي كتبت لينفوما هتمشي بس هو كاتب كلمه مهمه لا مش على كده لا هو مش كاتبها خلاص صور هو مش كاتب حاجه عن التوتال اكسيدنت كاونت خالص لو تاخد ساب البريك نفس الريتم عارف ده معناه ايه؟ هو بيفتح لك الطريق يفتح في ساعات مسامح بيبقى مفتوح بس هو الراجل هو مجاور يعني الحقيقه ان هي موست لايكلي لينفوما الانفستيجيشن هتقعد تقول له بقى ايه والكالسيوم واليوريك اسيد والال دي اتش ما تنساش ال دي اتش يا دكتور مهم جدا جدا والليمف نوت بايوبس خلي بالك من ال دي اتش عشان الراجل ذاكره فعلا عنده ده شيء هام للغايه. تعالى بقى نشوف المالتي بايوت. يعني لو حد كتب على ديت اصل على فكره البروبلم ما فيهاش انا حليت المساله غلط ولا انت كتبت ديفرنشال دايجنوزيس كان مش لايكلي قوي فهتاخد منه برضه كويس تاخد منه مش خلاص بقى ده غلط يبقى صفر لا ايه هو؟ تعالى بقى روح لمين؟ للمالتي مايلوما. في شابتر اسمه انت بقى لو انت جدع النهارده تقعد في البيت تروح ماسك بقى مسلك الحاجات من بعض. اللوكيميات تسلكها من بعض مع الليمفوما مع المايلو بروليفراتيف مع المالتي مايلوما. احسن كده هيروحوا ايه؟ هيتعينوا في بعضهم. لو انا فهمتهم من بعض يبقى لو جيت بقى قعدت احفظ كده واذاكر كده تلاقي العمليه ايه؟ ماشيه ايه؟ سلسه. ماشي يا حماده؟ البلازما سيل ديس اوردر نوعين. البلازما سيل يا اولاد مين هي البلازما سيل؟ فاكرين انتوا البي لينفوسايت؟ ها؟ البي لينفوسايت. البي لينفوسايت دي مالها؟ البي لينفوسايت
هي اللي بتطلع البلازما سيل، والبلازما سيل هي اللي بتطلع الايمينوجلوبين. طب البلازما سيل مكانها فين؟ مضمر. يبقى وعلى فكره البلازما سيل دي عامله زي البلاست كده كبيره. يبقى ايه رايك بقى كده، خليك بس من الفهم كده، لو البلازما سيل دي كبرت، خليك بس معايا دوك، والله والله ما تدور، خليك معايا يا ابني عشان الكلام، يعني انا عايزك تكتب في دماغك دلوقتي مين بيطلع الانتي بودي؟ بلازما سيل. بلازما سيل قاعده فين يا ابني؟ في البومر. عمل البروليفريشن، هل ممكن تعمل انيميا؟ بومر وفيلير. هل ممكن تعمل ثرومبوسايتوبينيا؟ هل ممكن يحصل انفكشن مع الراجل ده؟ ايوه، ده البلازما سيل هي اللي بتطلع الانتي بودي، فهتطلع انتي بودي خيبانه، اصبح الراجل عنده ايه؟ انفكشن، انيميا، ثرومبوسايتوبينيا، بقى عامل زي مين؟ ده شبه الابلاستيك انيميا وشبه اللوكيميا، بس بص بقى الحته اللي جايه ده ايه؟ نو هيباتوسبيلينوميكالي، نو ليمفاكروباسي. تمام؟ والمرض يحدث في العواجيز واشتهر بالبوني اكس الشديده. خلي بالك من الصوره بتاعتك. اصل البلازما سيل بتطلع اوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور، خلاص دوت، فالحاجات اللي بتعمل بون ايه؟ ريزوربشن، تقوم تعلي الكالسيوم زي الليمفوما. ايه رايك في السؤال الجميل ده اهو؟ مالينانت هايبر كالسيميا، تقول له ايه؟ موت من مايلوما ليمفوما. ماشي يا اولاد ولا ايه؟ فبص يا سيدي، مكتوب لك اهو، ترجم بقى الكلام ده كله كده اهو. بون اولا ايه؟ اول ميل اللي هي على المساله، انا بتكلم على النط ومايلوما دلوقتي. اول ميل بونيكس. والاي اس ار فيري هاي، هي المساله كتير كده. خلاص؟ طيب. طب ايه بقى الكلينيكال بيكتشر؟ بون انفولف بونينيتس، انيميا، انفكشن، بليدنج، ويروح سالك في الكلى، الكلى تارجت اورجن، ويسالك يقول لك قول لي الكلى باظت من ايه في المضمون؟ قول له المضمون مايلوما بتعمل في الكلى ثلاث عمليات، الهايبر كالسيميا تبوظ الكلى، هايبر يوريسيميا تبوظ الكلى، والامايلويد او يعني سوري المالت مايلوما اعرف بتعمل امايلويدوسيس. خلي بالك من ده. وهنروح للكلى وهقول لك ايه الامايلويدوسيس. ماشي يا جميل؟ قبل بقى ما انسى، هي بلازما سيل تيومر مين هم؟ مالت مايلوما فوق خالص اهو. وفي مرض تاني كده اسمه يضحك، فالدن شتروم. فالدن شتروم. فبص يا دكتور، الورم طالع منين؟ فوق خالص اعلى الصفحه دي. بلازما سيل بتطلع ايه؟ جاما جلوبلين. البلازما سيل سبحان الله لما يطلع منها سرطان بتطلع وان تايب اوف اميونوجلوبلين. فاذا كان النوع اي جي ام فقط سمي المرض فالدن شتروم. فالدن شتروم. ولو طلع المرض انواع زي الاي جي جي او الاي جي اي او حاجات ثانيه كده سمي المرض مالتو مايلوما. بس خلي بال حضرتك، بص المالتو مايلوما ممكن تطلع اي انتي بودي، بس هي بتطلع في كل مريض نوع واحد بس من الانتي بودي. يعني طلعت في ابراهيم اي جي اي، طلعت في سيد مش عارف اي جي جي. عشان كده بيقول لك ايه؟ مالتو مايلوما بتعمل ايه؟ مونوكولونال هايبر جاما جلوبولين. مونوكولونال يعني بتطلع صنف واحد. فالدنشتروم مونوكولونال. يبقى كلمه مونوكولونال هايبر جاما جلوبولين معناه ان فيه جاما جلوبولين عاليه بس صنف واحد. طب مين يقول لي كده سبب للبوليكولونال
هايبر جامد من الويد. عارف ايه؟ ها؟ انفكشن. لو انت جاتك انفكشن فيها كل الامين والجلوب اللي عملها دي مونو كورونا كل الانواع، لكن ده مونو. خلي بالك مالتيبل مايلوما، العيال بقى يلاقوا مالتيبل مايلوما فيقول لك ايه بولي، لا مونو. خلي بالك خلي انفكشن ايه صار عالي سي بي سي، هتشوف البلازما الكتروفوريزيز، عايز تتاكد بومارو اكزامينشن. بس خلي بالك حضرتك في نقطه مهمه جدا، الكلام في الستيز اخباره ايه؟ الكلام في الستيز لا، الكلام في الستيز بقى هنا يخمك ده لو او نورمال. ليه؟ لانه المالتو مايلوما خلاك محتاج دي، المالتو مايلوما بتطلع اوستيوكلاست اكتيفيت، يعني الاوستيوكلاست هي اللي شغاله. الالكالانثوستاتيز بيطلع منين؟ من الاوستيوبلاست. عشان كده يقول لك الالكالانثوستاتيز عامل يا ابني كله نورمال اند سمتايمز لو. فهمت الفكره ازاي؟ دي تكه مهمه جدا خلي بالك منها. في بقى حاجه اسمها البينز جونز بروتين. طبعا احنا يعني سمعنا عن البينز جونز بروتين دي اللي هي الايمينوجلوبولين لايت تشين كده، عارفين كان فيه هيفي تشين لايت تشين، يعني بالبلدي الايمينوجلوبولين متكسره ونازله لي في اسمها بينز جونسون. خلاص كده؟ وحطوا اشاعه على السكار، حطوا لي الاكس راي على السكار. الاشاعه دي عندكم حتى في البطنه في الجراحه، تلاقي سكال كده فيها ايه؟ مالتيبل بون ديفكت. اهو دي سكال تلاقي فيها مالتيبل بون. انت بس سكال انت ما اعرفش فيجيب لك تعرفين العظم ابيض، تلاقي السكال مليانه ايه؟ مطلق كده. دي مشهوره ولسه قايلين الديفرنشال ديجنوز بتاعها من فتره ولا نسيناه؟ فاكرينه؟ ديفرنشال ديجنوز. لا اكتب اكتب، لا هتكتبها ليه؟ لان اول ديفرنشال ديجنوز للمالتيبل مايلوما عارف ايه؟ الهايبر بار. هايبر بار واللي فوق عشان الاثنين بيعملوا هايبر كالسيم، والاثنين بيعملوا بون اوستيوليتيك ليجنز. يبقى تكتب ديفرنشال ديجنوزيس اوف مالتيبل بون ديفكت. طبعا مش لازم في السكال يعني، بس هو بيحبوا السكال يعني عشان شكلها بيبقى حلو. تكتب مين بقى حبيبي؟ مالتيبل مايلوما يليها هايبر بارا اوستيوليتيك ميتاستاسيس. وعلى فكره الليمفوما بتعمل، عايز تحط الليمفوما حط حط ال ايوه هيستيو سايتوسيكس. ايه الهيستيو سايتوسيكس اللي هي نسيتوها؟ في التشيست. واحنا رجعنا التشيست هيستيو سايتوسيكس. في بقى حاجه اسمها البلازما بروتين الكتروفوريسيس. يا امه
اجنبي يا دكتوره بعد ما اخلص نط مقدومه قولي لي السطر اللي انا عايز اشتغله ده بس انا بنسى كل شويه افتكر وانسى افتكر وانسى. في عندك كيرف كنا بناخده زمان واحنا عيال صغيرين في البايو، الكيرف كان عامل ازاي؟ قسمه لكم. تعبتوا يا اولاد؟ ربنا معاك يا انتوا تعبتوا ها؟ لا تعبانين يا شاب يا صغير يعني قد ابوك يالا ده انا قد ابوك انت عارف انا عندي ايه النهارده؟ انت عارف هل تعلم انا بطلع من هنا بروح فين كل يوم؟ بروح فين؟ وانا بتاع الكلام ده بروح فين؟ لسه عندي شويه مراجعات لعين شمس بطلع من هنا اروح اراجع لعين شمس امال ايه يا باشا؟ وبعد كده بروح العياده تقطع من العياده اروح فين؟ بطلع على فطريه بعثه بجيب الفطره لحد الفجر لسه عندي عزق لسه بالليل وانت نايم عامل كده عامل كده المفروض تعدي في الحيطه دي اخس عليك كيمستري لو ما لقيتوش اول ما اشوف المره الجايه طف في وشي على طول بدون اي مقدمات ايه هو دي فولة كمان محدش بيتخصص في الكتاب اشوف اصل ايه عيب بس في التعامل عيب في التحليل بقى بس الاسم طيبه مصر لا ده مهم طيب فانا دلوقتي لو لقيت الكيرف ده ارسم بقى الكيرف ده اهو بص بقى الكيرف ده بقى ايه بقى بص كده اهو ارسم الكيرف تاني بلازما بروتين الكتروفوريسيس ايه يا جدعان انا هجيب معايا بقى الشعر والله بعد كده والله العظيم اجيب الشعر ما تعرفش الشعر بقى مش عليها موافق الشعبة اللي هي مامة الشومة امها الام بتلاقيها بقى بتلاقيها تخن كده تخن كده اهو الشومة بتبقى كده دي تخن كده اهو تلاقيها طويلة كده ده بيبقى عبارة عن ايه فرع شجر في الريف
يروح الواد ايه يقعد يبص على الشجره كده فيروح منقي فرع ستريت ويروح طالع قصه ويمسكه بقى يظبطه ويساويه وبتاع يروح ايه يروح معلق فيها حبل صغير كده اهو ويدق مسمار في الحيطه ويروح معلقها على الحيطه اي خناقه يروح طالع فيها يقول لك الواد خد الشعبه وايه وخرج الشعبه دي بقى باللمس يعني محمد بس كده المسه يقع ما ينفعش تضرب بيها هي لمسه واحده حاجه ماشيه ولا فاهمين حاجه لا تطلق ولا بتاع ده ايه اللي انا شايفه ده دي اسمها بوليكولونال هايبر جلوبولين يعني الجلوبولين بص كلها عاليه عارف ليه؟ لان كل منطقه في الكيرف بتاع سوري جاما جلوبولين كل منطقه بتمثل نوع فهنا كله زائد يبقى دي بوليكولون خلاص دي بوليكولون طب المونوكولونال ازاي بقى؟ تلاقي منطقة واحدة بس في العين فتلاقي ده يعامل كده اهو دي مونو كولون أول ما تشوف بقى الخازوق ده هنا دي مالتو مايلوما اهو دي مالتو مايلوما فهمت ولا لا؟ لكن مين الدايجنوستيك؟ بون مارو اكزامينيشن العلاج نفس الكلام سبورتيف ثيرابي سبورتيف ثيرابي فاكسينات وانتي بايوتيك وعلاج الهايبركالسيميا هتعالج الهايبركالسيميا بايه؟ اوستيوكلاست انهبيتور باي فوسفونيت قلت لك اسمه ايه الدواء اللي كان بيتاخد بالانفيوجن الغالي النبي كتب اسم الدولية زوميدا اكتبوا سيبوا يا ابني ما ده بايفوسفونيت اوستيوكلاست انهبيتور وعالج الانيميا وخلافه العظم الام العظام حلها ايه؟ ريديو العلاج بقى دلوقتي الجديد هو في فات فاد ده القديم بس ممكن نقوله فاد هتطلع ايه فاد دي؟ بنكريستين ان شاء الله واندريا مايسن يلا وايه كمان؟ وديكساميثازون وفي ثاليدومايد اللي عدى بقى من الثاليدومايد دلوقتي اللي هو مين؟ لينا ليدومايد بيقولوا عليه ان هو زيه بس يعني مور بوت طبعا سعيد وماي ده اللي هو وفي دواء اسمه بورتا زيمات ممكن بعد اذنك حد يخش على النت بسرعه ويطلع لي الموضوع مايلوما ويطلع لي اسم بورتا زيمات الاسم التجاري بس عشان الاسم التجاري ده مخي موضوع مايلوما بورتا زيمات بورتا بيخفي بورتا زيمات شوف الاسم التجاري كده موجود ولا لا؟ شوف ايه؟ ورين؟ طلع ايه؟ هو داخل بيزار على موقع ممكن ابص ممكن
بالكيد يا دكتور. دكتور بالكيد. بالكيد يا دكتور. بالكيد وسايتوميب. اسمه ايه؟ بالكيد وسايتوميب. فين يا ابني؟ تعال وريني عشان انا مش شايف. انا اسمه ايه؟ بالكيد. ايوه. اه. بورتيزيماب. ماركت الاز فيلكي اهو. اكتب عليه. استنى يا عم. ايوه يا دكتور. دين السبيلنج اسمه فيلكي. لحسن ده اسم بقى اهو. فيلكي او فيلكي. اه ده بقى مشهور قوي. بكره تعرف قيمه الكلام ده. هو ده انت اكتبها وخزنها اهو. فين ده بكام بقى؟ ده 150,000 جنيه. والراجل هيموت على فكره. فين ايه؟ هو ده غالي قوي يعني. ايه ده اللي هو زي السليم بس هو سوري زي تعرفين الروتوكس ماب والحاجات دي. في 600 حاجه زيه اخرها ماب 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 ماب. فاهم ازاي؟ ما ده ايه؟ بورتازي ماب. ده مونو كلونال اسمه الفيلكي. هات لي بقى يلا بورتازي ماب يا ابني اهو. لا معلش ما هي ممكن اي او اي ممكن ايه؟ في حاجه في السطر؟ اه السطر اللي هتشطب. ما الاستاذه كانت عارفه. اه صفحه كام؟ في صفحه 16 بس في مس شيطاني حصل مش عارف ايه ده الحقيقه. فوق مكتوب ايه؟ نان نيجالو بلاستيك ماكروسايتوزس. بعدين اور نان نيجالو بلاستيك. هي ايه؟ اور نان نيجالو بلاستيك ماكرو. ما بص يا استاذ على فكره لا مكتوبه ايه؟ هي هي اور نان نيجالو بلاستيك ماكروسيتيك انيميا. فهمت الفكره ولا مش فاهمين؟ بس هنا لون احمر وهنا ازرق. خدت بالكم؟ تابع باقي السطر. يعني انت ممكن يعني عارف تكتبها ازاي؟ تقول ايه؟ اور نام جالو بلاستيك خلي دي بالازرق. بصي حد بس في حد لخبطته كده. هات لي بقى يلا البروبلم بتاعت البلط والميه. يلا ابني عشان عايز اروح لامي بقى. عايز اروح لامي. الله انا نايم. عارفين فيلم اسماعيل ياسين؟ عارفينه الفيلم ده؟ يقول لك انا ماليش دعوه عايز اروح لامي. صفحة كام يا ابني الهيماتولوجي يا ابني؟ انا دخت 57 صفحة. يا باي. كام؟ والله؟ اه يا غلبي 62 311. 62 سنة مين؟ جاي ويز 4 weeks history of bad pain. على فكرة الحكاية دي مهمة جدا. في قاعدة بتقول إن اللي عنده باك إيك خد بالك فوق سن ال 50 بالك يو ماست دو
اكسكلود مالتيبل. بص مكتوبه فين بقى؟ بص صفحه 86 هات كده المالتيبل معلومه تاني صفحه 86 هتلاقي بص مكتوب ايه الانفستيجيشن مكتوب ايه انفستيجيت اول اوفر 50 ويز باك ايه يعني اللي سنه يعني انا مثلا انا راجل ظهري شخصيا يعني ظهري وجعني بقالي مثلا 600 سنه من ورا صغير من الوقفه والشغل خلاص لا يعني عديت ال 50 وظهري وجعني قوي الموضوع تقيل لازم تحط في الاعتبار موقف خلاص كده عشان تاخد الايه؟ الفيكيت دي قاعدة هامة جدا. طيب وعنده تايرنس وليسرش فيزيكال اكزامينيشن في الكونجكتايفا طبعا الكونجكتايفا دي اصلا مش رلايبل انما عايز اقول في بالي تندرنس تو ديب بالبيشن اوفر الدورزال سباين تندر بول انفستيجيشن انيميا اي اس ار فوق ال 140 توتال سيرم بروتين هاي اول ما يقول لك بص يا اولاد من الخدعه دي دايما ودي قلناها فين؟ في الليبر رحمه الله قلت لكم زمان ايه؟ قلت لك البلازما البلازما بروتين البومين وجلوبين خلاص الالبومين عمره ما يزيد يبقى لو التوتال بلازما بروتين زادت يبقى مين اللي زاد؟ الجلوبلين طب مين اكتر حاجه في الجلوبلين بتزيد؟ جاما جلوبلين بس خلاص يبقى وانس قال لك توتال بلازما بروتين هاي يبقى الراجل ده عنده هايبر جاما جلوبلين اقول الكلام تاني؟ اقولها تاني اقول تاني يا دكتوره مش واضحة؟ واضحة؟ ميرسي. الكرياتينين 1.8 ثراسك سباين شو بون ليتك ليجن. أظن المسألة إيه؟ مسألة جميلة جدا. What is the probable diagnosis؟ دي كيس طبعا أوف انفلاماتوري باول ديزيز. لان الايه الزهر عادي هو طبعا ما سكرش الدايريا انما انا سكيزوفرينيك فانا ضرب يبقى تقول ليه؟ والله ده سنه كبير وعنده بون باك ايه وعنده كيد وكيد وما تنسيش حاجات السيروم ايه؟ بلازما بروتين ده. وات ار فيرزر انفستيجيشن؟ دب بقلب دب كالسيوم يوريك اسيد وبلازما بروتين بص اهم اثنين بلازما بروتين الكتروفريزيس بس على فكره يا دكتور انا نسيت اقول كلمه البلازما بروتين الكتروفريزيس مي بي نورمال ساعتها مش هعرف ان هو مالتو ميوما الا بالهومر دي نقطه برضه تتحط في الاعتبار بس هو مش هيعملها معايا الحركه دي ما يعملهاش فيك يعملها في اكبر بقول لك على فكره عملنا بلازما بروتين نورمال عشان انت بقى ايه؟ لا هو انا عبيط مش عبيط ايه الموست لايكلي ميتابوليك ابنورماليتي بريزنت ها يعني ايه دي؟ ايه الميتابوليك ابنورماليتي؟ ايوه ايه؟ ايوه هايبر كالسيميا منشن ذا بوسيبل كوزز اوف ريز سيرام كرياتينين يبقى غالبا هنقول ايه؟ الهايبر يوريسيميا والهايبر كالسيميا والاميلويدوزيس في الدين. ده الراجل هو كاتب يعني الحقيقه كلام جميل جدا جدا جدا. طب ايه رايك؟ هسالك سؤال بس ما تبصش. لو الراجل ده ذكره ان هو عنده بوليوريا يبقى سببها ايه؟ الهايبر كالسيوم برافو عليك. آه
انا عايز بس في المالتي مايلوما في النظري تعلم على انه البلازما بروتين الكتروفريزيس مين بي نورمال مين بي. كان في بقى مرض بعدها خد فكره صغيره عنه عشان الام سي كيو اسمه ايه؟ فالدن شتروم. فالدن شتروم اولا مين الجاما جلوبلين اللي بيزيد؟ اي جي ام. هي اربع قصور هنعلم عليها. اي جي ام. الاي جي ام عشان حجمه كبير بيقعد جوه الدم كتير يوم يعمل هايبر فيسبوسيتي سندروم. على فكره فالدن شتروم دي هيباتوسكلينو فيجلي. الرينال ديزيز انكومن. السطر اللي قبل الاخير واخد بالك انت ازاي؟ علاجه كلمة واحدة بلازما فاريسيس. يبقى الانتي بودي اي جي ام في هايبر فيسكوستي سندروم عنده هيباتوسبيلين وميجالي ومفيش رينال انفكشن. تعالى بقى نحل شوية ام سي كيو من كتاب الكلية عشان نفرفش. هيبقى ايه؟ هديك اوتو اميون هيموليتيك انيميا هتاخد تلت ساعة. وهديك هيموفيليا وبربورة ودي اي سي والحاجات دي نص ساعة يبقى خلصت. يعني ممكن بعون الله كده نمشي بدري النهارده ان شاء الله خمس دقايق عن امبارح. ما انت لازم تبدي تحسب وقتك برضه. لازم تحسب وقتك. يما على فكره هو يوم الاربع ده عامل لي ازمه بالمناسبه، انما هنتكلم معاكم فيه يوم الاحد. عامل لي ازمه، عندي حاجه مشكله الا لو انتوا حابين الاربع يبقى الحد الجاي هنتكلم. لا هنتكلم، محدش هيتكلم. يعني لو انتوا حابين الاربع ممكن بقى الاربع بقى بالذات نبدأ 7 صباحا مش 8، 7 عشان امشي من هنا 1:15 عشان بيبقى عندي عيادة في الوقت. انا النهاردة كان 6 عيادة ليا في المستشفى. انا ما بحبش الحركة دي، ما بحبش. احب انا امارس مهنتي. انا بقول بلاش خالص ده. والله اعمل فوت يا طه وشوف. انا مشكلتي انت عارف ايه مشكلتي في الحياه؟ مشكلتي ده دي والله مشكلتي في الحياة وكل الناس عارفين كده، إن أنا دماغي متكلفة. يعني ما بحبش وجع دماغي. كفى الله المؤمنين شر القتال. أحب أتخانق، أحب أناكل، ولا أحب أناكل. كلفة. حرام. صفحة 370. يلا نقعد نقرا مع بعض. بس يا واد يا محمد.
صفحة كام دي؟ 370. يلا يا سيدي. خمسة بقى فرفشه. All of the following are seen in intravascular hemolysis. High urinary urobilinogen يعني هل الهيموليسيس صفحة 370 High urinary urobilinogen الحقيقة بيعلى بيعلى طبعا يعني خدها في الجونز ده فقط هل بيحصل في الهيموليسيس الريتيكلوسايتوزيس بيحصل هاي يورينري هيموسيدرين ها نسيتوها دي هيموسيدرينوريا ال دي اتش يبقى هاي بلازما سيلكوبايلينوجين طبعا يبقى اكسيم سي كومن تو كوز اوف جوندس في ثلاسيميا اس يبقى تايب سي ولا ايرن ديبوزيشن ولا فايرال هيباتايتس ولا الجولستون ولا الهيموليسيس نفسها خلينا في القريب ايه الهيموليسيس نفسها انما الاسباب الثانيه دي كلها تعمل ايه جوندس في مريض الثلاسيم ولا ايه رايكم which of the following anemia is associated with splenomegaly chronic renal failure لا أبلاستيك أنيميا كبر بسبلين لا هيريديتوري سيروسايتوزيس سيكل سيل أنيميا لا سيدروبلاستيك أنيميا لا يبقى الحل سي All of the following may cause abdominal pain in thalassemia major except vasculitis ولا splenic infarction ولا dragging pain سكرين ولا بيجمنت ستون ولا هيموليتيك كرايسيس يبقى اكسبت فاسكولايتس اهو ده السؤال اتعاد في الام سي كيو ده اهو ممكن يجي يقول لك ايه بص يقول لك ايه كوزز اوف ابدومينال بين في الثلاسيم هتقول له السكرين كبير عمل دراجنج حصل مش عارف انفاركشن حصل هبات هيموليتيك كرايسيس مش كده بيجمنت ستون افكار افكار هو الواحد ايه هو انت عارف ايه الفكره ايه ترين يور مايند شغل دماغك وبعد كده ابقى ذاكر نفسك عظيم جدا which of the following does not have target cell في البريفرال بلاد قول لي بقى التارجت سيل السؤال ده صعب الاوبستراكتيف جوندس على فكره بتعمل تارجت سيل والثلاسيميا بتعمل تارجت سيل لمعلوماتك يعني والاير ديفيشنسي بتعمل تارجت سيل وحتى الهايبوس حاجه غريبه دي معلش التارجت سيل اللي هي بتاعت الثلاسيميا عارفينها؟ ليها كذا سبب اه والله حتى ده يمكن انا كاتب بعض اسباب ليها هبقى ابص كده يعني اوريها لك بس انا مش متذكر يعني انا اعتقد كاتب بعض اسباب دي اه يعني بص انت كده هتلاقي التارجت سيل صفحه كام 8 طلع كده صفحه 8 يا مكتوب بص التارجت سيل اسبابها طبعا التارجت سيل ليها اسم غريب برضه كودوسايت يخرب بيت ابوكم تارجت سيل ثلاسيميا هاير ديفيشنسي ليفر ديزيز موجودين ايه؟ كودوسايت بالسي نكمل يا جميل فيركاو لينفينول بتحصل فيه ايه؟ جابت ايه؟ اكسبت من فوق اكسبت من فوق يبقى من فوق فيركاو لينف نود بتيجي
spread lymphatic from except prostate على فكرة. هو الفريكاو ممكن تيجي مع كانسر بريست. يبقى إذا القصة مش كانسر استومك بس إحنا بقى في البطنة نحب نجيب لك بروبلم كانسر استومك ومعاها فريكاو. دي البروبلم بتاعت البطنة ما مش هيجيبها الحاجات التانية. فأنت عارف الفريكاو دي عندنا دي كوميتر. بس مش بقول فريكاو بقى يقول لك وكان في سويلنج كده في رقبته من تحت على الناحية الشمال. يعني صورة جديدة. سؤال 7 all of the following produce microcytic anemia except sideroblastic هاي ثلاسيميا lead iron deficiency except pernicious. طبعا في اسئلة بتبقى مير وعارف دول عدد مكان في الامتحان 80 يعني 150 على طول كده بص 80 سؤال اللي هو بيتحل في اقل من 5 سنين. نفس بص تعالوا كده اهو ما تخافش خالص بيبقى 70 بيتقسم نصين تقريبا نص كده بيبقى يعني شويه ونص ده اللي هو الايه اللي مثال الحاجات ايه؟ دي احنا عندنا السنه اللي فاتت كانوا 120 سؤال من 150 120 سؤال قدامنا مسائل او سؤال عشان كده بيسمه الراجل الراجل ده اتعلم خلاص اتعلم وبقى سكيل على المستشفى عشان يبقى يقرا وطلع تعبان طلع تعبان. مسألة 8 all of the following may produce a granulocytosis. معلش ده هتلاقوه في الاجران سيتوز الالفا مثال دوبا ما بيعملش خلي بالك على فكره الانترفيرون اكتب كده جنبه مشهور ان هو بيعمل بوم مارو ديبريشن الجولد كذلك كاربي مازول عارفين الكاربي مازول اللي هو مين الكاربي مازول ده؟ بيعمل والكرافنيكو كروف كل ده بتكلم بيزوفيليك ستيبلينج بيحصل في حاله ايه؟ ها؟ مطرود مش قلناها دي ولا ما قلناهاش؟ انتوا يا جماعه ما بتردوش عليا قلناها ليت كويس في الليل هتلاقيها مكتوبه في البلاك فيلم which of the following is not myeloproliferative disorder هبص دي بقى اللي غريبة جدا. لا انت عارف حللها ايه؟ حللها انا اسف. اكسبت مين صحيح؟ ده هو كاتب اكسبت انا اسف. كرونيك مايلويد بوليسايسيميا مايلويد ميتابليزيا مش مهم ماشي مايلوفايبر اسينشال ثرومبوسايتوبينيا. على فكره السؤال ده فيه حاجه غلط. بس هو الإجابة هنا essential thrombocytopenia بس مفيش حاجة اسمها essential thrombocytopenia يعني أنا إحساسي إن في حاجة هنا غلط صح؟ طب معلش الحاجات دي بتحصل مفيش ده على فكرة أيوه والله يا ابني ما أنا عارف أنا ما أعرفش ده إيه ما أعرفش الراجل ده برضه إيه جام بليدنج لا هي ما بص لو هو كده essential thrombocytopenia ده سموم سكتوبينيا مش هتبقى مايلو بروليف بس مفيش حاجه اسمها كده هو اصله ايه؟ في بعض الناس يقول لك اسينشال يعني برايمري يعني ايديوباثيك هل السموم سكتوبينيا هتبقى مايلو بروليف ده لازم تبقى سموم سكتوبينيا فانا هجاوب لك انا وخلاص بس بقول لك السؤال ده مش مظبوط وانت فاهم يا بص دول وانت فاهم ان ال 150 سؤال سلام انت فاهم ان ال 150 سؤال اللي هيجوا لك في الامتحان مش هتلاقي فيهم على الاقل 10 12 سؤال مش مظبوطين وهتلاقي احكام اجابتين في كل سؤال وبعدين بيجوا الناس لما الامتحان بينزل باقي الاساتذه بيقروه وبيطلعوا الحاجات دي هيروحوا قاعدين مع بعض في السر مظبطين يقول لك ال 12 سؤال دول فيهم اجابتين ينفعوا في اسئله غلط عادي خالص ليه؟ لان في ناس بتلعب في الاسئله بيلعب فيها طالما لعبت في السؤال بيبوظ
which is a gum bleeding is characteristic of all except. هل الابلاستيك انيميا تعمل gum bleeding او bleeding tendency scurvy hemophilia bleeding tendency monocytic leukemia يبقى except phenytoin. الفينوتوين يعمل الجام هايبرتروفي بس ما قالش ايه نزيف which is not associated with hyperaspirinism. هل الاسبرينوميكي اللي بيحصل مع الهايبراسبرينيزم؟ yes. طيب هايبوسيلولار بومر ده بيتعمل هايبراسبرينيزم لازم البومر يبقى ايه؟ بانسايتوبينيا كيت 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 اوكي. سؤال 13 سبلينكتومي is virtually curative in virtually يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني نظريا تخيليا زي ما يكون ده بيبقى curative في مين؟ في جي 6 بي دي قلنا ملوش لازمه ايرون ديفيشنسي ثلاسيميا مين اللي هيتحسن؟ سيروسيتوس. هو طبعا بيقولوا فيرشوال ايه؟ كان المريض خف فعلا بس هو مساله الهرم سي في نفس العين شكله فيرشوال. فيرشوال يعني كنوع من التخيل يعني. بس مش قادر اقولها باللغه العربيه. سمعتوا عن حاجه اسمها طب هقول لك حاجه سمعتوا عن حاجه اسمها فيرشوال اندوسكوب؟ فيرشوال كولونوسكوبي اللي هو ايه؟ عارف ايه هو؟ يقول لك طب خلاص خلاص اصل انا مش عايز اعمل يا عم المنظار بتاع القولون ده خاف يا عم. طب اعمل فيرشوال كولونوسكوبي عارف عباره عن ايه؟ يروح عاملين له باريام انما ويروح مصور بالسي تي سكان كانك شايف الكولون بالظبط. ده اسمه فيرشوال اندوسكوب يعني وكانه اندوسكوب. الحاجات دي موجوده في السوق دلوقتي حاليا بقالنا 6 سنين شغالين بيها اللي هو العين اللي بتخاف دي كله عملوا فيرشوال اندوس يحلوا ضايف في المكان يروح ضارب سي دي بالشاشه عاديه فاهمين ولا ايه؟ طب تيجي بقى سي دي ريد سيل اوزموتيك فريجينتي انكريزد ان ها ان ايه؟ في السيلو سيلوس بلامر فينسون سندروم is not associated with هل معاه انجولار سوماتايتس؟ معاه سكرين بوست كريكويد ويل معاه بايكر بيكر لا معاه يبقى ساعات عشان هو فيه ديفيشنسي فتلاقي العين بيبقى عايز ياكل ايه؟ بياكلوا ايه الجماعه دول؟ بياكلوا تراب يقول لك انا عايز اكل تراب انا عايز اكل ازاز النبي لو سمحت بس كده اجحت لي الحيطه كده من اكل شويه كبير عارفين المصيبه السوداء دي اكسبت طلب اوت ستاندينج فيتشر اوف اي تي بي از فيفر ولا جام بليدنج ولا موتورت سبين ولا ستاندر تندرنس ولا فاتيج. انا اسالك سؤال هو السكرين بيكبر في الاي تي بي؟ انا قلت ايه؟ بيكبر ولا ما بيكبرش؟ انتوا ناسيين طلع الاي تي بي من الاكلام ايه في الباب انا؟ انا هعيد نفسي السكرين بيكبر في الاي تي بي ولا ما بيكبرش؟ ما تفتح وتشوفها تعرف لما تفتح وتشوفها هتفضل في دماغك لحد ما تتحال على المعاش تبقى معاش وفعلا الله يا سلام فين ايام زمان ها يلا يا مكتوب ايه اسبيلينو ميدالي حاسب من دي يبقى نختار ايه جون بليد بلازما فريسس اهو ده السؤال اللي جه في طب اسكندريه ده الراجل الراجل ابن المجنون ده نفسي اعرفه بس على فكره انا شفت اسئله انا عرفته انا عرفت ده
شكله كده استاذ كده انا عارفه، هو حتى فيه غريب كده، نظراته غريبه شويه، احنا بنشوف بعض في المؤتمرات يا جماعه، بنشوف بعض فنبقى عارفين بعض. الراجل ده بص شكله مش مظبوط، هو يعني بلازما فريزز ده تنفع في الكرايبولوبلين. الكرايبولوبلين بتاعت مين؟ عارف دي اللي هي المثال تكتب اللي هي المثال بتاعها اللي بتحصل مع الهيباتايتس سي. احنا هنراجع الليبر، الهيباتايتس سي بيعمل ايه يا مين؟ كرايبولوبلينيميا، دي بتتعالج بالبلازما فريز. والجود باستر سندروم والمايسين والجوان بري هيكون دي يوزز للبلازما فريز. عارف هتلاقي الاستخدامات بتاعتها كلها في الجنة. سيركيوليتنج انتي كواجلانت ار فاوند ان، في مين بقى؟ حد يعرف يجاوب لوحده؟ سيركيوليتنج انتي كواجلانت. الحقيقه مشهوره قوي في اللوبس، بس هي سؤال رخم شويه. احنا درسنا الهيريسيل ودرسنا مالتو مايلوما، ما جبناش سيره حاجه زي كده، فسيبها بس. Which of the following is false in hemophilia؟ normal prothrombin time، احنا لسه ما خدناش الهيموفيليا معلش. البروثرومبين تايم بيبقى نورمال، فونوليبران بانتيجين ليفل از diminished، لا ده ماليش دعوه، يبقى ده فولس. فونو ليبران ده حاجه ثانيه. انكوركت ستيتمنت في البرنيشس انيميا، يلا قولوا بقى. هايبر كلورو هايدرا، ده بالعكس، ده المعده بتبقى ايه؟ اتروفي، شكلها هي دي الاجابه. بس نشوف بقى الحاجه الثانيه، بص بريماتيور جرين اوف هير، يعني ايه؟ فيقول لك ايه؟ وليه لا؟ وليه لا؟ اصل انت بتختار الحاجه اللي هي مش لوجيك، يعني انت تقول ايش على الله ابيض واحنا ما درسناش الكلام. طب انتي انترنسك كاترو انتي بود، اوكي، جاستريك بولي مي ديفلوب ماكروسايتوزس، لكن عمرها ما يبقى في حمض كتير، ده المعده بتبقى ايه؟ اتروفي، مش كده ولا ايه يا ولاد؟ يعني لازم الواحد برضه يبقى دماغه شغاله. طب which is true in polycythemia sorry which is not true في البوليسايسيميا فيرا؟ الار بي سي ماس عاليه؟ طبعا. هايبر سيلولر بومارو؟ طبعا. بيزوفيليا؟ طبعا. هايبر يوريسيميا؟ طبعا. ثرومبوسايتوبينيا؟ لا، لان تبقى البليتلت عاليه صح، الليكوسايت ايه؟ عالية. جبتوا جاز ولا لسه؟ الدي اي سي ممكن يحصل فيه، السؤال ده رخم قوي، بيحصل في الامنيوتيك فلويد امبوليزم؟ روكي ماونتد سبوتد فيفر؟ انظر الجنرال. والله دي اللي هي ايه دي؟ ريكيتسيا. ويتش ريكيتسيا؟ موزاري ولا ريكيتسا ريكيتسياي ولا سوسو جاموشي؟ فاكرين الحاجات دي؟ ولا كوكسيلا بيرينيتي؟ اسامي جميله خالص يا ولاد الايه؟ اصل اقول لك حاجه، اي انفكشن ممكن تعمل دي اي سي، هي شغلانه. نشوف بس المصيبه السوداء اللي احنا فيها دي، فين يا ابن السواد نمره كام؟ هيمانجيوما ليه طيب؟ مالجنسي، ده هو بيلعب في دماغك. اي مالجنسي يعني؟ بنكرياتايتس دي مشهوره، ديابيتس، الديابيتس يحصل له دي اي سي في حاله واحده. فعلا في ديابيتس كتير اسمه. يبقى السؤال انا هقول لك سيبك ديابيتس، بس هو السؤال مش سليم، لان الدي كي اي بتعمل، دي كي اي بتعمل. معلش يعني في اسئله ام سي كيو بتنزل كده كتير، اقول له ايه بقى؟ معلش اروح انا كاتب له كومنت، يعني انت مثلا ممكن تروح انت بقى الكومنت للموقع بتاع الاس عندكم على فكره، السؤال رقم كذا، يا دكتور في عندنا طلبه بتعمل كده، السؤال رقم كذا في خطا، لان العيال بيرجعوا بعد البتاع ايه بقى؟ الثوره بتيجي منين على الامتحان؟
العلم يقعدوا يخشوا على النت يعملوا ايه؟ يبقوا مصورين الاسئله اللي امتحان صعب هو الاكس كيو، يروح داخلين على النت يكتبوا السؤال زي ما هو، يفضل بتاع اللي يفضل جوجل يدور يلاقي الاسئله دي بتاعت الام ار سي بي، فيقول لك ايه الاسئله طلعت من المكان الفلاني امتحان ام ار سي بي سنه كذا، واحنا عاملين لود الامتحانات اللي في كتب اجنبيه ونروح نازلينها على موقع الكليه، يروح دينا بتصلح الراجل اللي حاطط الامتحان ده اهو تعالى تجي له امتحانات من ام ار سي بي، ادي عم الديفنس فيري ايزي، هذه الحرب الالكترونيه. هم دي بقى والله بيعملوا كده دكتور ده اساس مليون حاجه اصلا. لا بص يا دكتور، لا يعني ما احنا ما هو الراجل مش هتبقى الاستاذ لما يحط امتحان صعب محدش يقدر يحسن، لكن في حاجه بتتعمل بيراعوا النمر يا باشا، يقول لك لا خلاص بقى ادي العيال حقها في النمر، في 20 سؤال ماست بي اكسكلودد بقى يا دكتور مثلا، يعني يروح رافع الدفعه مثلا 30 40 نمر، هو احنا نفس الاستاذ يعني هنقتله؟ لا طبعا. ثلاثيميا ميجور مي بي اسوشيتد ويز اول اكسبت كاردياك اريزميا، ها هارت فيلير كاردوميجري، ايه رايكم؟ ممكن اصل اي انيميا بتعمل كده، وعلى فكره برضه الثلاسيميا بيبقى فيه ايرون اوفرلود وده ممكن يعمل نوع من الكاردوميوباثي الانيميا، يعني الكلام كله لابش في بعضه كده. هايبر سبلينيزم يبقى اكسبت بي كاردياك تامبونات هيعمل بريكاردري فيوشن ليه؟ هيس كابيلاري فراجيليتي تيست، فاكرين التيست ده؟ فاكرينه؟ بس اكتب عليه، اكتب عليه تيست غبي وقديم، غبي وقديم بوزيتيف في مين؟ انتوا فاكرينه الاول؟ نسيتوه؟ نسيتوه؟ جدع، ما هو بص اهو هطلعه لك من المذكره، أنا كاتب كل حاجة بس. أبص. ياما. ما احنا هنقول النهاردة جاي في البليدنج تندنس. يلا بلع سحنة. بس احنا بص لازم هنخلص البلاط، هو هيخلص هيخلص. الحصة الجاية إيه؟ نيفرولوجي؟ إيه؟ النيفرولوجي صغير. صغير. ولا انا كبه فين يا لك؟ اوعى اكون كب وانا في ايه؟ اهو بص يا عم صفحه 64 هتلاقيني كاتب لك في مربع باكد عليك معلومه الاسم هيس كابيلاري فراجيليتي تيست، هو بص يقول لك ايه؟ بص كابيلاري فراجيليتي يبقى ده بوزيتيف في الفاسكولار بيربرا، يعني اي فاسكولايتس اي كابيلاري فراجيليتي هيبقى بوزيتيف، فكان يقول لك ايه؟ ارسم دايره 5 سم على الفور ارم وارفع الضغط ما بين السيستوليك والدايستوليك عشان الكابيلاري بريشر يعلى، فلو لقينا اكتر من 5 بيتيكي في الدايرة الخمسة سنتي قال ايه يبقى بص بصراحة تيست وسخ وملوش لازم واللي يسأل فيه يبقى نادي، يعني ايه ايه هيس تيست ده؟ انما هو بيقول لك ايه هيس تيست از بوزيتيف ان وحاطط كذا حاجة، حاطط كذا حاجة، هل ممكن يبقى بوزيتيف على فكرة بالمناسبة انا شايف هي الاجابة ايه؟ اللي جاب يشوفوها كده ورا صفحة كام؟ اللي جاب بي ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيرد مش كده؟ على فكرة ممكن يبقى بوزيتيف في الكوش
عشان بيبقى فيه كابيلاري فراجيليتي بسبب الكورتيزون، وممكن يبقى بوزيتيف في الفاسفولايتس، والبارابروتونيميا بتعمل فاسفولايتس وبوزيتيف في السكيل. ايه رايك بقى؟ الراجل اللي كتب البتاع ده مش واخد باله. على فكره دي احتمال تبقى اكسب. انا بقول لك كده. ابعت يا ابني على طول، ابعت على الموقع السؤال الفلاني فيه مشكله، هل هو اكسبت ام لا؟ لان هيز تيست، هذا التيست الاولد فشل، ان دل على شيء فانه يدل على. طب اقول لك حاجه، ما تطلعه من النت يا ابني، طلعه لي بس ما تطلعش من النت. الواد ده لا بيدوس بص انت متخيلك بس مش مظبوط. انا يهود تشوف لي الجيم وحكيت لي ما يهود شوف يا ابني الهيس تيست ده هيس كاملة للهيس. طب واحد مش هتبقى يا ابني التيست ده عارف عليه السبب. انا حاسس ان هو الراجل كاتبه مش طيب. شوفوا ايه هو فيه بوست في مين عشان نعرف برضه. بوست تاني حاجه بتعرف تقرا يا ابني ولا ما بتعرفش تقرا؟ ايه؟ والسكيرفي والسكيرفي شوف السكيرفي وايه تاني؟ ليدل بايسيز بس كده؟ بس هو هنا بيتكلم انه 10 منت و15 بي تي كي ار سي. اه ومكتوب 10 منت و15 بي تي كي. يعني يلا اخبار اذا هو بوست في السكريبت فهو فهو في الايديو باسيف زون وسايتوبينيك بيرت وابرام محطوطه اللي هو بيعتبرها هو كتب 15 بي تي كي في سنه 5 سم 15 بي تي كي. شفت بقى عامل ايه؟ فانت بالتالي يعني ايه خلاص انت اكتب بقى المربع عندنا ممكن 15 5 بيجي او 15 بيجي ان هي برضه بتبقى بوزيتيف في اي فاسكولار جريفيتي بلس ايه؟ بلس لو في برضه ثرومبو سايتوبين اللي هي ايه؟ احنا طلعناها من شويه كنا صفحه 64 يعني. بس هو اصلا تيست يا اولاد اصلا انا قلت لك ده تيست اوبسوليت ولا يعتمد عليه خلاص يعني محدش يعني لو انت قلت للراجل هيس تيست هيحتفل في وشك. انا بقول لك هو ما هو سنه ايوه شوف سنه 72 فما ينفعش. هو يا ابني كاتب هو ايه؟ انتوا احنا مش قارينه كويس. هو مكتوب نورمالي بيبقى فيه اب تو 5 بي تي كي ار سي ان ذيس اريا افتر 5 مينت. ده النورمال. يبقى ايه الاب نورمال؟ ان هو اكتر من 15. احنا مش كاتبين بقى ان هو انا كاتب النورمال بس يبقى هو ايه اكتر من 15 يبقى ايه بوزيتيف. وممكن يبقى بوزيتيف في احيانا كمان في الثرومبو سايتوبين. مفيش مشكله. يلا سيدي خد بقى السؤال ده اهو. هيباتو 25 هيباتو سبيدينو ميجاني ويز ليمفادينوباسي موجود في الحالات الاتيه ما عدا ها سؤال 25 سؤال 25 هيباتو سبيدينو ميجاني اند ليمفادينوباسي موجود في الاكيوت لينفاتيك لوكيميا لينفوم
كورونيك مايلويد تي بي مونيكليوز. كورونيك مايلويد لوكيميا فيها سبلين ما فيهاش ليمفينود. موافقين؟ ايوه. ايرن ترانسبورت بروتين اسمه ايه ترانسفير خلاص. موست افكتيف تريتمنت اوف بوليسايسيميا روبرافيرا. هو كاتب كذا حاجه من ضمنها اولا فريش فروزن بلازما مش هتفيدنا. اسبلينكتومي مش هيفيدنا. ترانسفيوجن مش هيفيدنا. سايكلوفوسفامايد لم يذكر. يبقى فلوكوبو هو في سيكشن. Which is not vitamin K dependent factor. ما هو الثمانية. الثمانية الأولاني. Xenophilia is a feature of mean non-Hodgkin ولا sickle cell ولا hip Hodgkin. على فكرة الهودجكن بيعمل Xenophilia على فكرة. أه اللعنة الهودجكن. أه بس هو يعني مفروض اللي مفهومه كلها برضو انت بص معلش برضو عشان اوري لك مكانها المكان اهو بص يا دكتور هتلاقي خلي بالك هتلاقي صفحة 90 هتلاقي الانفستيجيشن بتاعت الهوجك هتلاقي ايه تلاقيها مدفوسه كده. Investigation of Hodgkin صفحه 90 مكتوبه اهو. إيزينوفيليا. إيزينوفيليا. والله يعني هو المفروض يا دكتور. بس بقى خلاص طالما الراجل يعني هو الحقيقه الكتب فعلا كاتبه على الحكايه دي ان الهودجكن فعلا من ضمن الاسباب. اللي بتعمل كده هات لي صفحه 41 معلش بس 41 في الكتاب الهيماتولوجي عندنا هتلاقي الاتي ارعاف الاسئله دي بقى تيجي زيها واوسخ في الكلينيكال باثولوجي فتخسر عشان كده انا عندي ملزمه الدم انا عارف ليه انا مكبرها اصل انت فاكرني ان انا مفتري لا انا مش مفتري انا اعرف اكبر ايه واصغر ايه فهتقرا صفحة 41 هتلاقي مكتوب الايزينوفيل. Causes of eosinophilia. Allergic parasitic مش عارف ايه vasculitis neoplastic. مكتوب ايه؟ Hodgkin disease. شفت ازاي؟ ده كتابكم مش كتابي ده عشان ما حدش يجي يقول لك ايه؟ عشان اصل انا واخد اتهامات مش كويسه فانا زعلان. حتى يعني طيب صفحة كام مسألة كام يا دكتور بعد كده؟ يلا ابن احسن واحد مش شايف 30 ايه؟ مش عارفين يعني ايه بي اير؟ مش عارفين البي اير؟ الخبر ابيض ازاي بقى؟ والبلازما اير بلازما اير اند بلازما اير ريتايندنج كاباستي ار سي ان ايه ده؟ ما صحيح. لا هو واضح ان في حاجه غلط. لا هو المقصود بيها يعني بس جوه يعني. نطلبه امتى يعني؟ ريكارنت جي اي تي هيموريدج ستاينال كورونيك انفكشن منوراجيا هاير ديفيشنس. لا السؤال ده فيه حاجه مش مظبوطه. خاطب الموقع يعني. كارسي طبعا. مكتوب ايه في كتاب قديم؟ ديكريز. شفت ازاي في حاجه غلط. ديكريز ايرون وايرون بايندنج كاباستي. الاثنين قليلين. هو اللي جاب حطها سيكس. ها قولوا ليه طيب؟ ليه الكرونيك انفكشن؟ بس هو السؤال برضه بص انا هوريك حاجه
اوريك حاجة بس انا مش بحب اشرحها ما بحبهاش بنصورها لك بس في حاجات بص والله يا دكتور بص الحاجة اللي سيبها سيبها معايا بس كده عشان بس ما تزودش على نفسك يعني هو برضه هنا ده ابن 60 ب70 يعني بص هو في حاجة كده عايز اوريها لك عشان تعرف مكانها بس استنى بس ما اشوف انا مصيبة فين ال بص اهي صفحة 19 هتلاقي انا حاطط لك مربع ابيض بس انا ما بحبش اشرحه ليه؟ يعني بحس لود بقى فاكر بس واضح انه برضه في رخامات يعني في ناس رخمة احيانا بص بص المربع الابيض كاتب لك ايه؟ اير ديفيشنز اللي تحت سيدروبلاستيك ثلاسيميا انيميا اوف كرونيك ديزيز اللي هي من ضمنها الكرونيك انفكشن فلك الانفكشن دي هي نفس القصه فتلاقي كاتب لك انا كل حاجه فيها ايه فتلاقي بص الانفكشن او الكرونيك ديزيز سيرم ايرون قليل وايه الايرون بايندنج كاباسيتي قليله لان الكرونيك انفكشن افتح قوس دي معناها ايه؟ معناها كرونيك ديزيز معناها كرونيك ديزيز طبعا انت عايز تقول لي ليه بقى وبتاع لو قعدنا نتكلم في القصه دي هنضيع وقت بعض فكفايه كده عليه كارسينوجينيك امبريونيك انتيجين تيومر ماركر لمين؟ دي بتاعتكم بقى طب ايه اللي جاب السؤال ده؟ ممكن افهم بقى دي؟ سؤال 31 CEA لا تيومر ماركر لمين يا ابني؟ مش عارفين ولا ايه؟ الجراحة يا جدعان كولوريكتال كولوريكتال طب في ماركر طب اسألك سؤال بقى كده حلو حد يقول لي ماركر للكانسر كولو في الاستول بص في الاستول اسمه ايه؟ طلع النت شيبو تيست شيبو تيست ده تيومر بينزل في الاستول دايجنوستيك للكانسر كولو طلع النت يا باشا طلعه هقوله لكم في الجي اي تي بس طلعه كده شيبو تيست حتى يقول لك ايه ده هنعمل ستول اناليس نلاقي ايه فلاد يقول له دم دم مين يا ابني بس هتلاقي في حاجه مهمه هو البتاع ده طلع عادة في الانترنت مش لاقيها اكتب بس كانسر كول كانسر كول وطلع لي الدياجنوزز هو اس اس اتش اي بي او او اي بي او بس يلا نكمل بس عقبال ما زميلكم يقول يلا which is not true in relation to multiple myeloma which is not true in relation to multiple myeloma ها هايبو كالسيميا طب والسبلين السبلين بيكبر ما بيكبرش ادي اجابتين وهو عايزها سي انا اعتقد ان في خطا طبعي ان اللي تحت ايدي كانت هايبر كالسيميا هي هايبر كالسيميا فصلحها هايبر كالسيميا يبقى الغلط فين ولا يا دكتوره انت رحت اتغديتي وجيتي صح ده روحت واتغدت وغيرت الطقم طلعت يالا البتاع شيبو تبوك بكتب بالاس اس ايوه برافو عليك
S C H E شيب مش كده؟ لا في خفيف شيب اكتب يا حسين ده بقى مهم قوي طبعا انت بتضحكوا هذا المرجر بقى له 5 سنين في الاساس عارف بيتعمل فين؟ اتصل كده يا بابا قالوا المختبر معمل البور عندكم شيب وتسع اي فرد بكام؟ 250 جنيه ميرسي قوي مش مصدق ده ميلاد الاستون ده احد السنين الالهام بيقولوا عليه السنسيفتي بتاعته عاليه جدا بس هو طبعا مش عارف يجيبوه من الاستون ازاي يعني يفتشوا ازاي حاجه وسخه يعني احنا ممكن لما نيجي نعمل سكريننج بقى للشارع كامل نخش بقى على البلاعه اللي هي بتاعت الشارع كله نروح ونروح واخدين القرف ده كله ضاربينه في الخلاط ونعمل تحليل نيجاتيف يبقى الشارع ده ما فيهوش كام سنه جيبوا تيست افتكروا بقى عشان هسالكم فيه في جي اي تي اوتو اميون هيموليتيك انيميا بتيجي في انهي واحده من اللوكيميات دي؟ ها؟ ايه اشهر لوكيميا فيها اوتو اميون هيموليتيك انيميا؟ نسيته ايه 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 اللوكيميا اللي فيها بوم سيلز بص بيعمل لك لو كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا مش كده ولا ايه مالتوم مايلوما داز نوت فيتشر نورمال الكلاين سوري اس كده كده does not feature normal calcium normal uric acid hypergamma globulinemia normal phosphorus anemia انا مش فاهم السؤال يعني ما فيهوش يعني هو فيه ما فيهوش does not feature يعني ما فيهوش normal calcium ما فيهوش normal calcium ما فيهوش normal uric acid ما فيهوش normal uric acid ما فيهوش hyper gamma globulinemia في ما فيهوش normal phosphate الله يخرب بيت امك يا شيخ ما فيهوش انيميا ابعت يا ابني على الموقع الوسخ ده والله ما انا عارف انا مش فاهم السؤال والله هاف لايف اوف بليتلت قمتها نورمال فوسفيت نورمال فوسفيت يعني مش هو صح ولا غلط دي بس مكتوب ايه مكتوب ايه شفت بقى في شفت في حاجه غلط على فكره الكتاب ده على فكره الكتاب الاخضر ده الطبع فيه في حد لعب في الكتاب هات يد الكتاب ده هات يد بس مش ممكن فين يعني شفت بقى مالتو بالمايلوما does not feature hypercalcemia هايبر يوريسيميا بعدين فين السؤال؟ هايبر جاما جلوبرينيميا وبعدين لا بس ده سؤال مختلف فين السؤال يا ابني؟ هاي فوسفيت مش نورمال فوسفيت هاي فوسفيت وبعدين انيميا يبقى ايه الحاجه اللي هي ممكن ما تبقاش موجوده الهاي فوسفيت اصل ايه الفكره اصل ممكن الكالسيوم مش لازم يعني احنا شفنا موت ملومه بكالسيوم موت وكل حاجه بس الفوسفرس ايه اللي بيعلي الفوسفرس ثلاث حاجات اكتبوها وانا قايلها لكم فين قلتها لكم في الاندوكراين وهرجع اقولها في الاسيد بيز ثلاث حاجات يعني كرونيك كيدني ديزيز
الاكرونيه برافو عليك او اللي هو الاكسس كروس هرمون وايه تاني وهايبوبار. تقول لي حاجه تانية ما فيش. بس شفت انا مش عارف طب ازاي الطبعه حصل فيها كده. ده بيبقى ايه؟ لا ده بيبقى الكمبيوتر نفسه ساعات بيبقى عامل الحاجات اللي بتحصل في الكمبيوتر بعدين. فبص انت يا ابني الجمله دي هو الكمبيوتر عامل مش عارف ايه كده. بان سايتوبينيا هاف لايف اوف بليتليت كام؟ شوف هات يا عم ولا شوف السؤال ده هو ايه الاجابه هنا؟ السؤال يد 35 3 4 3 4 البليتليت 3 ل 4 اه ها مكتوبه ايه بس عشان 3 ل 4 مش كده؟ ليه ده؟ لا هي هاف لايف اصلا هاف لايف هي مش لايف سبان لايف سبان 8 هاف لايف تبقى 4 انا بس بختبر. طب خد بقى السؤال ده با بقول لك ايه؟ انا مش عايز حد يتناقش. هو انا ايه يا عم؟ خيشه؟ سيبوني بقى اروح انا عايز اروح لامي بجد. طيب بان سايتوبينيا مي ديفلوب فروم اول اكسبت. هيموسيدروسيس باروكسيسما النكتورنا لهيموجلوبينوريا بتعمل بانسيتوبينيا لسه قايلها لك الباروكسيسما النكتورنا لهيموجلوبينوريا بتعمل ابلاستيك انيميا لوكيميا بانسيتوبينيا ميفينيكول هايبر سبلينيز كله يبقى اكسبت هيموسيدروس. اخر سؤالين بريفرال بلاد بيكتشر معلش الصوت بتاع ده تقيل شويه. بريفرال بلاد بيكتشر از ذا موست يوسفول دايجنوستيك ايد ان ايه؟ نان هوتشك الليمفوما هيبقى هيشخص؟ لا. مالتون مايلوما؟ لا. مايلو ديسبلاستيك سندروم؟ ايه المايلو ديسبلاستيك؟ احنا شرحناه؟ ما شرحش بس. انا شرحت؟ وهراجعه وجه السؤال السنه اللي فاتت عندكم مش مصدق صح ولا لا؟ جه بس في الام سي كيو يعني سؤال ايه يعني 150 سؤال راح سؤال ايه المشكله؟ ايه المايلوكس كاسس كلهم هديك فكره عنه. طب ايه كمان؟ كرونيك مايلود لوكيميا اير ديفيشنسي مين في دول اللي السي بي سي تجيبه؟ في رايكم الكرونيك مايلويد ابص الاقي واحد عنده توتال ليكوسيتيك كاونت بس 200 300000 وكلها برومايد لكن كل اللي فاتوا دول يعني الاير ديفيشنسي السي بي سي هتقول لي ايه؟ مايكروسيتيك هايبوكرونيك بس مش هتشخص ان هي اير ديفيشنسي. ولا ايه يا دكتور؟ ماشي؟ مالتو مايلوم مش هيشخص. Which is false in polycythemia rubra vera. هاي اريثروبايوتين بس هو ده ده اللي فولس ليه المفروض يبقى سبريز بيبقى عندهم سبلين هايبر فيسكوستي نورمال ارتيريا ساتوريشن لو اي اس ار اوعى تنسى دي لو اي اس ار قلنا اخر حاجه اسبلينكتومي بيبقى از كونترا انديكيتد ان بايروفيت كاينيز ديفيشنسي عارفينها دي؟ عارفينها؟ ده انزيم ديفكت شبه الجي سي سي بي دي كده موجوده في المذكره ده موجوده في المربع اهي هوريها لك. بص في سؤال مره نزل بس ماجستير لذيذ قوي. بص قال لك ايه؟ كل الامراض اللي في الطب اللي هي نتيجه انزيماتيك ديفكت يعني الكونجينيتال ادرينال هايبر بليس فاكرينها؟ مش كان فيها الانزيم 11 21 ناقصين؟ مثلا يعني وهنا الجي 6 بي دي مش ده ناقص وهنا مش عارف ايه ناقص في امراض كتير كده. بص السؤال اسمه ايه؟ انزيموكسيس.
في السندو إن زي موبسس إيه رأيك السؤال؟ صح كام؟ هاي 30 هاي بس أنا قلت إيه سيبها ليه؟ ملاش لازم طب فرضنا جت في الامتحان والله موجودة يا ابني ما أنا هعمل إيه؟ صفحة 30 هقول لك بس إيه حاجة كده أصل أمراض الدم ده أنا عارف أنا الوساخة اللي فيها أزر إنزيموباسيس بص ده السؤال هو leading to anemia the pyruvate kinase deficiency وبيقولوا الار بي سي بتبقى ديفيشنت في الاي تي بي وبيحصل هيموليسيس وبيبقى فيه سبلين وميجاني ومش عارف وبتبقى اتستريتد باي بلاد ترانسفيوجن اسبلينكتومي ماي امبروف الكونديشن يبقى هو كونترا انديكيتد في مين؟ ها؟ في البايروفيت كاينيز بينفع اميون ثرومبوسايتوبينيا ممكن ينفع سيروسايتوز ينفع مارو فيلير هينفع فين؟ واحد عنده بوم مارو فيلير يعني اشيل السبريت اللي انا سندته يبقى دي الاجابه ماشي؟ احنا نفضل قاعدين في اماكننا كده 5 مينتس نتنفس الصعبات وبعدين هديك الحته المتبقيه واحنا يعني مش بريك يعني بريك واحنا قاعدين نتنفس هديك بالظبط 35